FM. الكلمة ليك. وأيضا أعتقد زاد الخطأ الثاني، لأنه أنا مواكبة بعض النقاشات مع الجبهة الشعبية وقمت بذلك بطلب من قيادة الحزب، كما زاد عملت بعض النقاشات هذه في الدورة الرئاسية الثانية بطلب من رئيس الحزب آنذاك، معناها على أساس نحكي معهم شوي سيرتك مقربة منها تاريخي النضالي كان معهم، معناها مع اليسار التونسي، وأني نعم لم المواقف ونجي نقول لم نعطيهم كونترون ديو، هما يتحركوا بعد بشكل رسمي. بالتالي يعني كان ديما عنده نداء تونس الاستعداد للتقارب مع الجبهة، لكن انت الجبهة تعرف هي جبهات، شنو هو جبهة؟ جبهات دون لو سونس انه في الوسط متكونة من احزاب عديدة، كل واحد عنده تصورات وعنده طموحات وعنده به. انا بالنسبة لي مثلا نذكر انه فما حزب الجبهة انا ذاك قال نطلب منكم قبل ما تهبطوا تشكيلة الحكومة على الأقل تطلعون على التركيبة متاعها، وخاصة وزير الداخلية لعلاقة بملف الاغتيالات. للأسف المرة الأولى في الحكومة الأولانية هذا لم يتم مع الحزب هذا وما تمش مع الجبهة. دونك بالنسبة لي كان ممكن الحكومة الأولى لو أنه تواصل النقاش مع الجبهة مثلا كان ممكن نجمنا القوة. موقفها خذلكم سعيدة قراش؟ أكيد هابش نقول لك، خاصة الجبهة أنا تعرفش عليش خاطر راي المشكلة. ثم أحزاب نعتبرها جدية من حيث ماضيها ووطنيتها، ثم أحزاب نعتبرها جدية من حيث طموحاتها هي، نقول طموحاتها هي الآخر ما يدخلش في اللي بارامتر، وثم ناس عندها تاريخ نضالي، وثم ناس ما تنجمش تخونها وتشكك معناها في الحساب نتاعها، وعمرها ولا ضرت البلاد من حيث لا هزت سلاح ولا خربت اقتصاد ولا دخلت في ولاءات لخارج تونس وغيره وغيره. بالتالي تحب ولا تكره بيان سور يلزم يكون عندها موقعها حتى كي نختلفوا معها. ومن المنطلق هذا تم داخل النداء تونس في شق معين انه نتحاوروا مع الجبهة. وبالنسبة لي كان المفروض حتى انه ما يدخلوش نحكيه معهم كما نحكيه مع أطراف أخرى لوزنها السياسي والاجتماعي. هذا الخطأ أنا في تقديري اللي صار في الحكومة الأولى، الانسحاب المفاجئ لأفاق في آخر لحظة أربك المفاوضات. الكلمة ليك.